سلام لنا أنت يهون ود إيفانجيليكال تلفزيون يونجيلا مانيوش دمز تملكاتو تشاتشن يساعتون من رجاوشن إذن ودن أنت كربانال زيناون يمانبو نيلياسون دمونين تكتاتلون نو إرسبر ساتشن النبرتا تا بميل مريك على عمتاوي يسيتوش ياندنت كان بك عليوت بيتا كريستيان تكايدة ترهاي أول التشاسرة مستعمت أمرت نور سبرساتشن أن برتاتا بميل مريك آليا سيتوشي عندنتك أن ببوليك آليوت بيتا كريستيان تكايدوال بيتو بيك آليوت بيتا كريستيان ياديس أبابانا أكاوابيو كتانا صفات بيت بتزاقا جو بزي مراه قبرلاي بركاتا كتريا لا تشو كاديس أبابانا أكاوابيو أتبيعتو تأتو سيت ممناننا أغل غيوش تغينتوال برنامجو بسالو تجمرو قبايو بزماري جيتان عملوكوال بامك اتقلم دوكتر مهرات دببا بالتو لتغنيو تنا لملاو يهاجراتشن سيتوش يميهون ملكت استلالفوال يك قدمت سيتو بيك عليوت بيتا كريستيان سيتا قلقايوش تاريكنا اقلقلوت يمياسا يفيلم لأييتا بكتوال بماس كتلم يتو بيك عليوت بيتا كريستيان يوان ناو صفت بيت يسيتو چاقل قلوت هلافي ويزارو كببوشنا يتو بيك عليوت بيتا كريستيان ياديس أبابانا أكاباويو كتانا واننا سبسابي مقابي جيتو لما سلامتانا ينقوانا درساتشو ملكت استلالفوال لانغافاو يسنس اوف بالمويا لون ديالي ليو يمسغانانا يوك انا مرها قبر لي كايد مهونو تغلسة كسوس تاسر تامتات بلاي بتلايو يسنس اوف زرفوش لبيتا كريستيان النا لتولد يلاك اكينت اباواوي استوازو لابركتوت لاتو ونديالي ليو يمسغانا النا يوك انا مستات مراه قبر كداميت ارهاي سابات هلت تشاسرا مستامت امرت باقر فكر تياتر بيت كتواتو سوسا جمرو اسكس الدسا درس اند تزقاج تاوكوال بالتوم يدراسيو سراوش بامست زرفوش تمدبو بيمسكو بالموياوش داساسانا بتج أماريم يدراسيو يتبابيوت بكربت بميوكوت سووش اندمليكان يتقلس اسيون يهنن يمسغانانا يوك النامرا قبر يازدقا جوت يدراسيو عرناكيوش يكينة بابافكاريان يبيتا كريستيان تاريكنا يهيو التاريك تامرا ماريوش بكل مهونون لماوك تجلوال يا مزعف كدوس سراويت علامة كف بيتا كريستيان كينغدم تشابل كغابس علامة كف عقل قلوت غار بمتبابر يانس اوكيا موفمنت يراي مكافلنا يمكفة مرها قبر اكايدج سانيوت الراس رامست هولت تشاس رامست عمتمرت بشارتنا ديس وطيل بتزقات جو مرها قبر لاي ييتو بيونجيلا مانيوش عبياتا كريستيانات كاونسل تاكلايز عافيك اس درجة جنبرونا انديهم يتلايا يوت الريتا درقة اللاتشو يابيتا كريستياني تو ماريوشنا انجدوش تاقينتوال بالتوم يانس اوكيا موفمنت وانا لاما يمجمري يهازاب يروساليم بمبالي متتقراو يانس اوكيا بيتا كريستيان يونجيلا كايد مرقم علامات جنو يميل مريك اليازلنا مسبك مردات ممكت مرينت رايوچن يسنك امونو تاوكوال يانس اوكيا موفمنت بالتو بجماريا كناونا تشونا ديس يونجيل متقبريا وانجيل تاكور اتشر فيلم باتشر جيزي كولتش سووش بلا يتملكتوت يه تيك توك يونجيل تشالنج اكتس اسراند هيا يتسنجا يه مسكرنت يوتيوب لاغلقياش بچا يتزقاج سربرايز ستوتا يونجيل اويان يه مهابر ميديا ممريا بالم لا يالو كريستيان تسونو فتاري سووش مسكرنت ترقوم سراوش كربوال يأيتوبيا مولون جيلا مانيوش بيتا كريستيان كاسراس من تاتبياوش لمتو يومولو جيزي عقلقياوش سلا مقابياوي عقلقلوت سلت انا ستالج تر راس رازتين هولت تشاسرا مستامت امرت بالتا بنسانا اكاباويو كللوست لمي جنيو كاسراس من تاتبياوش لمتو يومولو جيزي عقلقياوش سلت انا لاسراس من تو ماتبيا ممنان يولت كن سلت انا يسد ايسيون من فساي كونفرنس بمازاقاجت بالتا وندو كتما أكايدا لتش مرجعون ياغين ينو كايتو بيامولون جيلا مانيوش بيتا كريستيان يا فيسبوك غزنو ود إيفانجيليكال تيليبجن تملكاتو تشاچن زيناو تشاچن اندك اتارو يغين يالو لا كريستنا هيوت جيغ أسچگاري يهونو أغارات سم زرزر يفامو هونو تغلس ليا ساموئيل اندم يكتلو تاكربوه لتش
በሪፖርቱ መሰረት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ50 ሀገራት መካከል 39ኛ ስፍራን ያዘች ሲሆን በየአመቱ ለክርስትና አስቸጋሪ ሆኑ ሀገራትን ስም ዝርዝር ይፋ የሚያደርገው ኦፕን ዶርስ የተሰኘ ተቋም በቅርቡ ያዝነውን የፈረንጆቹን 2023 ዓመተ ምህረት ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ተቋሙ ይፋ እንዳደረገው ሪፖርት ከሆነ በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 2022 ከ5600 በላይ ክርስቲያኖች በእምነታቸው ምክንያት እንደተገደሉ የተጠቆመ ሲሆን ከ2100 በላይ ቤተክርስቲያኖች ደግሞ በደረሰባቸው ጥቃት ሲወድሙ ከፊሉ ሙሉ በሙሉ ተዘግተዋል። ከ124000 በላይ ክርስቲያኖች በእምነታቸው ምክንያት ከቤታቸው በኃይል የተፈናቀሉ ሲሆን ወደ 15000 የሚጠጉ ደግሞ ለስደት ተዳርገዋል። በዘንድሮ አመት ሪፖርት ሰሜን ኮሪያ ለክርስትና እጅግ አስቸጋሪ በመባል በአንደኛ ስፍራ ስትቀመጥ፣ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ በሁለተኛ ደረጃ እጅግ አስቸጋሪ በመባል ተቀምጣለች። የመን፣ ጎረቤት ሀገር ኤርትራና ሊቢያ ከ3 እስከ 5ኛ ስፍራን ይዘዋል። ባሳለፍነው አመት የአንደኛ ስፍራን ይዛ የነበረችው አፍጋኒስታን ከፍተኛ ማሻሻል በማሳየት በ9ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠች ሲሆን፣ ናይጄሪያ፣ ፓኪስታን፣ ኢራን፣ አፍጋኒስታንና ጎረቤት ሀገር ሱዳን ከ6 እስከ 10ኛ ደረጃን በመያዝ ለክርስትና እጅግ አስቸጋሪ ሀገራት ተርታን እየመሩ ይገኛሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በዘንድሮ አመት 39ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠች ሲሆን ከ2022 ሪፖርት አንድ ደረጃን ብቻ አሻሽላለች። ከ2022 3ኛ፣ 6ኛና 13ኛ ስፍራ የነበሩት የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት ሶማሊያ፣ ኤርትራና ሱዳን በዘንድሮ አመት 2ኛ፣ 4ኛና 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። መረጃውን ዘ ክርስቲያን ኒውስ አገኘነው። የቻይና የህዝብ ብዛት በ60 አመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መቀነሱ ተነገረ። ነጋ ፈለቀ እንደሚከተለው ያቀርባል። የቻይና የህዝብ ብዛት ላለፉት አመታት እየቀነሰ በመሄዱ ይህንን ክስተት ለመቀልበስ አገሪቱ በነበራት ፖሊሲ ላይ ለውጥ ለማድረግ ተገድዳለች መባሉን ቢቢሲ ዘገበ። የዜናው ምንጭ እንደገለጸው ቻይና የነበራትን የአንድ ልጅ ፖሊሲ ካስቀረች ከ7 አመታት በኋላ የህዝብ ቁጥሯ ከመጨመር ይልቅ በመቀነስ ሂደት ላይ እንደሚገኝ አንድ ባለስልጣን ተናግረዋል። በ2021 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1000 ህዝብ አጠቃላይ የወሊድ መጠኗ ወደ 6.77 ያሽቆለቆለው ቻይና ከሌሎች ሀገራት ጋር ስትነጻጸር ከፍተኛ ቅናሽ አሳይቷል። ከዚህ አንጻር አሜሪካ 11.06፣ ዩናይትድ ኪንግደም 10.08 የወሊድ መጠን ሲያስመዘግቡ፣ በህዝብ ብዛት የመሪነቱን ቦታ ከቻይና ለመረከብ የበቃችው ህንድ ደግሞ ከ1000 ህዝብ 16.42 ወሊድ አላት። በቻይና ያለው የወሊድ መጠን ሲቀንስ የሞት መጠን ደግሞ ጭማሪ በማሳየት ከአውሮፓውያኑ 1976 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ወዲህ ከፍተኛ ሆኖ ተመዝግቧል። በአስር ዓመት አንድ ጊዜ በሚደረገው የህዝብ ቆጠራ የቻይና ህዝብ ብዛት በአዝጋሚ ሁኔታ እያደገ መሆኑ ተመላክቷል። ይህ ሁኔታም በምጣኔ ሀብትና በጤናው ዘርፍ ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ተገልጿል። የህዝብ ቁጥር እድገት መቀነስና በዕድሜ የገፉ ሰዎች መብዛት በቻይና ውስጥ ብቻ ያጋጠመ ሳይሆን ጃፓንና ደቡብ ኮሪያን በመሳሰሉ ሌሎች የምስራቅ ኤዥያ ሀገራትም ተከስቷል። የኮሮና ቫይረስ ክስተትና የምጣኔ ሀብት መቀዛቀዝ በህዝብ ቁጥር እድገት ላይ የታየውን መቀነስ ሊያባብሰው እንደሚችልም ባለሙያዎች ይናገራሉ። በቻይና ውስጥ እየተስፋፋ ባለው ወረርሽኝ ምክንያት የሞት መጠን እንደሚጨምር በዚሁ ጊዜ እንደሚገመት የዜናው ምንጭ ዘግቧል። የቻይና የህዝብ ብዛት እድገት በአብዛኛው የተቀረጸው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1979 ተግባራዊ በተደረገውና የህዝብ ብዛትን ለመቆጣጠር በወጣው የአንድ ልጅ ፖሊሲ እንደሆነ ቢቢሲ ዘግቧል። ውድ የኤቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምፅ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱን ክርስቲያናዊ፣ ሀገር አቀፋዊ፣ ዓለም አቀፋዊ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበረ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ውድ የኤቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ ማንኛውም የክርስቲያናዊ ዜና ሽፋን ሲፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ይደውሉልን። መልካም ሳምንት።